معكم أمل إبراهيم من الإمارات ومن النعمة من السعودية. اليوم بسوي لكم فقرة أسئلة وأجوبة مع بوتيكات، وكل الأسئلة اللي خذناها هي عبارة عن أسئلة دائما يسألونها إياها متابعينا. وإن شاء الله تستفيدون. إيش أكثر سؤال أنت يجيكي في السناب؟ أزمة البنات اللي هو الفاونديشن، كيف يخلون الفاونديشن يثبت لمدة طويلة؟ أنا كميك اب آرتست وطريقة تعلمي الميك اب، تأكدت ان الميك الفاونديشن اللي ثبته مش الفيكسينج سبراي. اللي ثبت الفاونديشن لمده اطول الباودر. ما يسوي نخلي ما يسوي نحط فاونديشن بدون ما ثبته باودر، لازم نحتاج كميه باودر لو قليله. اي بس اهم شيء انه يكون في باودر عشان يثبت بالضبط. لان كاي شيء يعني حطوا هالمعلومه ببالكم، اي شيء كريمي كريم يحتاج باودر. حتى الاي شادو نفس الشيء، اذا حطيتي بس كريمي وما ثبتي فيه اي شادو على طول حيبين خطوط كذا ويصير المنظر مزعج جدا. اول نصيحه ننصحكم انا والارتست امول انه اول ما تحطوا فاونديشن ضروري تثبتوه بباودر حتى لو كان قليل. من الأسئلة اللي دائما توصلني كيف نغطي الهالات السوداء في نفس الوقت نحافظ ان هالمنطقة ما تجلب رمادي. اللون الرمادي عموما بصفة عامة يكون اختيار فونديشن غلط، اللون يكون مش مناسب مع بشرتها، تكون مثلا هي لونها اسمر تقوم تختار لون ابيض بيج، هذه الالوان كلها تقلب على رمادي، خاصة يزيد المشكلة أكثر لو كان هالاتها غامقة وتحط فاتح على بالها أنه كذا هذا حيفتحها. أهم خطوة نعملها في الهالات أنه يكون اللون على أورنج في البداية أو على صفار، مو شرط أنها تحط خطوات كثيرة، يعني من آرتست لآرتست بيختلف طريقة استخدام الفونديشن. بالنسبة للسمار أو أحياناً يقول الفونديشن يقلب لونه مغبر أو لونه رمادي، أفضل حل أنه نختار اللون صح للبشرة، ما نختار أفتح ويكون درجات الورم اللي هي دافية اللي فيها اللون الصفار أكثر، هذا حتخفي الرمادي. منى بس أبا أسألك عن موضوع الخطوط، أنا دايماً أشوف تتكلمين عنه في سناب، فأبا أعرف شو تكنيكك أن الخطوط ما تبين بعد الفاونديشن. أول شيء في كريم أو سيروم من روموسو أنا مرة أحبه، اللي هو بالهيرولونيك أسيد، أو هو هيرولونيك أسيد. إيش فايدته؟ إيش بيعمل؟ بيعبي الخطوط التعبيرية، الخطوط بصفة عامة، عندك هنا خطوط، عندك هنا خطوط، حتعبيها، هذا يعتبر زي كأنه فيلر، بس هذا علاجي، يعني حتى على المستوى البعيد حيكون جداً رائع. وكيف استخدامه؟ استخدامه عادي زي أي كريم علاجي يعني للبشرة، نهار وليل، ليل لحاله، نهار لحاله، تقدر تستخدميه عادي. أول ما تبدأ تستخدميه حتحسي أنك أنت اختفت تماماً الخطوط خاصة هذه، هذا أول خطوة. الخطوة الثانية الفونديشن، حاولي قد ما تقدري أنه ما يكون هنا في فونديشن، ما تاخذي كمية فونديشن كبيرة، كل ما كثرتي كل ما بانت الكسرة أكثر. يعني هنا تقريباً أنت خلي أنه ما يبان في فونديشن. أما اللي عندها سمار وعندها مشكلة شوية في السمار ممكن، بس أنه قد ما تقدر تخفف. هذه أفضل حل أنه الخطوط هذه ما تبان. طبعاً بعد ما سويتي فونديشن حاولي انك انت ما تبتسمي كثير، كل ما تبتسمي كل ما الجلد يشد ويرخي فيسوي الكسرات هذه. طبعا ما يصير منها تكوني عندنا في الامارات وانا اتابعك سناب واشوفك كيف تخطين الايلاينر بالذات حق العرايس، واموت اموت على ايلاينر منى. فقلت اول ما جيت قلت لها منى امانه تسوي لي الايلاينر. اول شيء اول خطوه لما تبي تسوي ايلاينر تخليها تطل فيكي. أوكي. طيب عشان تشوف النظره الصحيحه. بعد كذا انا ما حاخذ من البدايه للنهايه، انا اخذ بس من النص. حلو انه ترسمي تنتهي بعدين في نهايه النهايه، يعني في النهايه انت تشوفي تبي ترفعيها تبي تخليها كذا، حتعرفي توازني عينك مضبوط، وكذا حنحصل على افضل ايلاينر. وشكرا لامول الحلوه، شكرا لمنى.